بسم الله الرحمن الرحيم. معايا يا شباب، هنبتدي بقى يونت جديد، برانش جديد اللي هو ريسبيراتوري سيستم. مش عايز اقول ان ده البرانش ده ولا المقرر ده جميل وده مش جميل، كل الهيومن بيولوجي ممتع في الدراسة، فإن شاء الله تستفيدوا وتستمتعوا بالريسبيراتوري سيستم او ريسبيراتوري سيستم. النقطة اللي مكان. طيب ايه بقى اول حاجة؟ هو اول فيديو بقى، يعني جزئية صغيرة جدا، بناخد فكرة عن حاجة اسمها ايه هو ريسبيريشن، اللي هو عملية التنفس، والديفيجن اوف ريسبيريشن. ف بنبتدي ايه تعريف الريسبيريشن اللي هو عملية التنفس؟ سهل خالص، جاز اكسشينج بتوين اتموسفير اند سيل. انا عندي اتموسفير، ده اللي هو الجو او الوسط المحيط بيننا، وعندي الخلايا. الخلايا دي هتعرف ان جواها حاجه اسمها ميتوكوندريا، اكيد انتوا عارفينها، ان هي اللي هي بيت الطاقه، نقول او اللي بتصنع الايه؟ طب طيب عظيم. ال فعملية الريسبيريشن اللي هو بيقول لك جاز اكسشينج، تبادل غازات ما بين الاتموسفير وبين ال، اسف عايزين نستخدم الليزر بوينت بوينتر، ما بين الاتموسفير يا شباب وما بين السيلز، ان في اكسجين بيحصل له موفمنت من الاتموسفير يروح للخلايا، وفي نفس الوقت في موفمنت، في يعني انتقال لكربون دوكسيد من السيلز للاتموسفير بالعكس، ماشي. وانت طبعا هنا انا جايب لك المعادله الرئيسيه جدا، اللي هي احنا ديما بنستخدم الاكسجين عشان نعمل اوكسيديشن للنيوترينت اللي هي الماده الغذائيه. اشهر طبعا ماده بنعمل اوكسيديشن هي الجلوكوز، C6H12O6. طيب ده الرمز الكيميائي بتاع الجلوكوز. فالجلوكوز عشان يتاكسد ويدي طاقه بيحتاج ست مولكيولز جزيئات من الاكسجين، وبيطلع ست مولكيولز من الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، وست جزيئات من الووتر واي تي بي. فاحنا بنستخدم ديما بنستخدم اكسجين وبنطلع كربون دايوكسيد. زي ما قلنا التنفس ده قلنا مفيد جدا، يعني ده مش مفيد، فايتال، حيوي. يعني هو بيقول لك انت ممكن زي مثلا تستحمل الميه مثلا لمده ايام، ممكن مثلا ما تاكلش مثلا لمده اسبوع او اكتر، واخد بالك؟ لكن الميه الاكسجين لو اتمنع عنك بس 3 دقائق تموت على طول، تموت، تنتهي. يعني فعمليه الريسبيريشن دي سبحان الله حاجه من قمه الفيتاليتي، قمه الحيويه. و ما فيش اكسجين، ما فيش اي تي بي. اي تي بي يعني ده اللي بيحرك كل العمليات الفايتال، اللي هي البروسيس اللي بتتم في جسمك، ضربات القلب، انتقال الاشاره العصبيه، انقباض العضلات، التحرك المعده والامعاء، وكل ده محتاج طاقه، كل ده محتاج طاقه. لو بس انتقال الاشاره العصبيه وقف، انت كده ميت، انت كده خلاص انتهيت. فعملية التنفس مهمة جدا جدا. طيب عرفنا الديفينيشن بتاع الريسبيريشن، نشوف كده ايه هي انواع الريسبيريشن والمراحل بتاعته. يعني بمعنى اصح، انت بتقول لي اكسجين بيتنقل من الاتموسفير للسيلز وكربون دوكسيد من السيلز للاتموسفير. طب وريني يا سيدي بيتم العملية دي ازاي؟ بص يا سيدي الفاضل، الريسبيريشن بنقسمه الى يعني نوعين رئيسيين، حاجه اسمها اكسترنال ريسبيريشن وانترنال ريسبيريشن بالعربي. طبعا العربي يا شباب قلت لكم تحاولوا بقى تخلصوا من كلمه من حكايه تنفس، بس هترجم لكم عشان ما تقعدش تضيع وقتك في اللي تفتح القاموس وحاجات زي كده او تشوف جوجل ترانسليت. طيب في اكسترنال ريسبيريشن وانترنال ريسبيريشن، يعني تنفس خارجي تنفس داخلي. اي حاجه هتتم بالنسبه للبلاد جاز، اللي هو البلاد جاز دي او قصدي الجاز اللي هي الاكسجين كاربون دايوكسيد بره الخلايا هنسميها اكسترنال. التعامل مع الاكسجين داخل الخلايا ده هنسميه انترنال ريسبيريشن.
فالاكسترنال ريسبيريشن ده موفمنت اوف جاز بتوين انفايرمنت اند بودي سيل، وده بيتقسم الى ثلاث اربع مراحل اسف. بالمونري فنتيليشن نتكلم بس الاول كده، خدوا المصطلحات الاول. جاز اكسشينج بتوين الفراي اند بلاد، جاز ترانسبورت، جاز اكسشينج بتوين بلاد اند سيل. سهله خالص اهي بقى. البرمونري فنتيليشن ده هنشوفها دلوقتي، بنسميها تهويه رئويه عشان تاخد بس بالك من المصطلحات. تهويه رئويه اللي هي موفمنت اوف اير ان اند اوت اوف ذا لانج. جاز تشينج بتوين الفيلاي الفيلاي اللي هي الحويصلات الهوائيه اند بلاد. جاز ترانسبورت اللي هو انتقال الغاز اوكسجين وكربون دايوكسيد. موفمنت اوف جاز بتوين ويذن بلاد داخل بلاد. جاز تشينج بتوين بلاد اند سيل. طيب الانترنال ريسبيريشن هنسيبها شويه. تعال بص معايا كده على الرسمه الجميله دي اللي هي ازاي المراحل الستيجز او الفيزز بتاعه الاكسترنال ريسبيريشن، هم الاربع مراحل دول. اول بص معايا انت عندك عشان بس تاخد بالك من الرسمه اللي قدامك دي، انا عندي حاجه باللون الاحمر حاجه باللون الازرق. اللي باللون الاحمر انا بتعامل مع الاكسجين، انا باللون الازرق بتعامل مع الكربون دايوكسيد. فانت عندك اهوت، شوف بقى انا بتعامل، انا عايز اوصل ايه؟ انا قلت لك اه ده عندي اتموسفير وعندي هنا سيلز. ازاي الاكسجين بيعدي من بيمر من الاتموسفير او بناخده من الاتموسفير ويوصل لمين؟ سيل. في نفس الوقت اعكس بقى الكربون دايوكسيد ازاي اللي هو بيطلع من الخلايا، بيبقى ويست برودكت فضلات يعني او ماده ضاره او العادم يعني، فبيطلع هو يتحرك في الاتجاه المعاكس opposite direction. فدايما واحنا بالنسبه هنا بالنسبه عشان تبقى شايف الدنيا مش ازاي، ده اتموسفير، ده يعتبر هنا اللي هنا اللانج اللي هيمثل اللانج حاجه اسمها الفيولاي اللي هي الحويصات الهوائيه. وعندي هنا طبعا اللي باللون الاحمر هنا بالنسبه للاوعيه الدمويه دي البلاد فيسلز، دي اللي باللون الاحمر دي هي الارترز اللي هي الشريان او الشرايين يعني، واللي باللون الازرق اللي هي الفينز اللي هي الاورده. فدايما الارتري زي ما خدته مع الدكتور عتيجه، الارتريال بلاد اللي هو الدم الشرياني بيحمل البلاد اللي جواه بيبقى ريتش ان اوكسجين وبور ان كربون دايوكسيد، يعني غني بالاكسجين وفقير بالكربون دايوكسيد. وده العكس، بيبقى الفينوس بلاد اللي هو الدم الوريدي دوت اللي هو بيرد القلب يعني، بيبقى في ريتش ان كربون دايوكسيد بور ان اوكسجين، قليل في الاكسجين. طيب عظيم. المهم فدلوقتي اول اللي احنا قلنا فيه اربع مراحل، 1 2 3 4. اول مرحله اسمها بالمونري فنتيليشن. يعني ايه بالمونري فنتيليشن؟ قلنا تهويه رئويه. يعني ايه تهويه رئويه؟ انت عندك غرفه في البيت عندك في الحوش عايز تعملها تهويه، تعمل ايه؟ افتح الشباك هتلاقي فيه هواء جديد هيدخل وهيطرد الهواء القديم. بس هذا معنى كلمه بالمونري فنتيليشن، ان في هواء جديد هيدخل للالفيولاي لللانج وفي هواء هيخرج، يبقى اير ان اير اوت اوف ذا لانج. ده بنسميه ايه؟ ده لوحدها بنسميها بالمونري فنتيليشن. طيب الهواء ده لما راح للالفيولاي المفروض بيعدي عليها بقى البلاد اللي جاي بقى من الرايت فنتريكل، تخيل معايا اللي عن طريق البلمونري ارتري. فالبلاد ده بيحصل له عمليه، بيبقى طبعا دم وريدي بالعربي يعني، فانا عايز اتخلص من الكربون دايوكسيد وعايز البلاد يتعبى بمين؟ بالاكسجين. فانت عندك اهو قال لك كربون دايوكسيد موف انتو البيولاي، بيتنقل الالبيولاي والاكسجين. هنشوف الحاجات دي يا شباب بالتفصيل بعدين. طيب خلاص، المهم البلاد دلوقتي بقى تخلص من الكربون دايوكسيد واتملى بمين؟ بالاكسجين. دي العمليه بنسميها ايه؟ البيولار جاز تشينج، التبادل الغازات ما بين الالبيولاي وبين البلاد. طيب الاكسجين ده الهارت بقى بيدفعه بقى في الارترز، تمشي يمشي يمشي بقى اللي هو الجاز ترانسبورت، المرحله اللي هي الثالثه، لحد ما يوصل لمين يا شباب؟ يوصل للخلايا. طبعا البلاد ده عشان يوصل الخلايا، هنا في كابيلاريز هنا هنشوفها برضو واضحه بعد كده، بنسميها بالمونري كابيلاريز، بالمونري كابيلاريز، شعيرات دمويه رئويه. هنا بقى في حاجه اسمها بنسميها سيستميك كابيلاريز. وليه بقى سميناها سيستميك؟ لان البلاد ده يا شباب بيعدي على السيستم، بادي سيستم، اللي هو الجهاز العضلي، الجهاز البولي، الجهاز الهضمي او كده، فبنسميها سيستميك جاز تشينج، اللي هو تبادل غازات ما بين الكابيلاريز
اللي هو البلود كاتاليست، وما بين السيلز برضه هيبقى العكس هنا، ان الاكسجين هيسيب البلود ويتعبى او يتملى بمين؟ بالكربون دايوكسيد، وبعد كده الكربون دايوكسيد بقى يحصل له موفمنت، يتنقل يتنقل عن طريق وهكذا. يبقى انا في الناحيه دايما اللي هي اللي على ايدك اليسار دي في موفمنت للكربون دايوكسيد، ايدك اليمين في موفمنت لمين؟ للاكسجين. طيب تعال بقى لمين؟ يبقى في اربع مراحل بقى، المراحل اللي هم بالمونار فنتيليشن، البيولار جاز تشينج، جاز ترانسبورت، سيستميك جاز تشينج. طيب دي بقى اسمها ايه؟ اكسترنال ريسبيريشن. طب ما هي الانترنال ريسبيريشن؟ الانترنال ريسبيريشن ان الخليه تستفيد اللي هو اليوز اوف اوكسجين ويذن ميتوكوندريا، اللي هو استخدام الاكسجين جوه الايه؟ جوه الخلايا. هتقول لي هو الخليه بتتنفس؟ ما انا قلت لك اهوت، انت ما في حاجه اسمها سيلولار ريسبيريشن. انت عندك ميتوكوندريا، هي ده ميتوكوندريا، ده نيوكليوس، ده مش عارف نيوبلاز كريتيكولم، مش هندخل في التفاصيل. المهم ميتوكوندريا دي بتتنفس، ما احنا هتنفس، ما هو لما اجي بالبلدي خالص كده بالمصري يعني ايه تنفس؟ اخد اكسجين اطلع ثاني اكسيد الكربون. ما الميتوكوندريا برضه بتتنفس، ان هي بتاخد اكسجين تستخدمه وبتطلع اللي هو كربون دايوكسيد كويست برودكت اللي هي كفضلات يعني. فالاستخدام الاكسجين بواسطه الميتوكوندريا وخروج الكربون دايوكسيد كعادم، ده بنسميها طبعا الهدف منها ان انا انتج الانتاج الاي تي بي اللي هو ادينوسين تراي فوسفيت. العمليه دي بنسميها انترنال ريسبيريشن. شكرا جزيلا.